ما بنت حلال ارحمني من العنسوبية شوفي يما بنت حلال ارحمني من العنسوبية راني صبرت وصبري طال راني صبرت وصبري طال ما تضيعش العمر عليا ما تضيعش العمر عليا علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جاي لحظة فوزي بن جابرة في التومك يا محتكرين يا سريق يا فاسدين ما تخافيش اهلا ما شنو حوالك تو نطيبك انا قريب ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
الفيديو ولا الكلام اللي نحب نقوله توا جاي مني، مانيش انا جاي من الفيديو ولا الفيديو انا جاي منه، هو جاي مني. كالعادة السلام عليكم مرة اخرى. عندي برشا افكار، رؤوس اقلام، يا مثقفين، يا ادباء، يا نخبة، إليت، شني حوالكم؟ أو 2021 دخل والرئيس عمل خطاب إيجابي وفيه الحزم اللي تحبوا عليه يا شعب المواطنين، يا شعب تونس الأبي، يا شعب تونس الأبي، يا شعب تونس أبي، شني حوالكم؟ الرئيس متاعنا في الوقت الحالي قيس سعيد حتى 2024 هو واجتهاده اجتهد وقال لكم كلام اللي هو ما يزموش يتكلم برشا، اما باش يوريكم اللي هو انسان يفكر عن طريق الكلام، عن طريق خطاب. يخرجوا اكل الفاشلين كيما لطفي العماري، ماني قلت لكم كل واحد نجده مرة واحدة، يا لطفي العماري، يا رخيص، يا ناتن، أنا كنشوف قمة، القمة فيها الغرم، والغرم لونه أكحل، وانتي نهار كل لابس بالأكحل، وتغرمت بالشيطان خاطر في مخيلتك لونه أكحل في قصة، في قصص عبد العزيز العروي وألف ليلة وليلة، يلي تعبت في الشيطان، الناس تعمل محراب، تعمل بقعة كيم وصلى تصلي فيه الرب، تعمل قيام الليل، فهمتني؟ أقرأ القرآن، يا كافر بالقرآن وقيل والله أعلم، على خاطر كلامك وتصرفاتك والتشبث متاعك بالفهم المريض، والفيديو هذا باش نسميه الفهم المريض، الفهم المريض. توا فهمك أنت معاق، فما إعاقة يا لطفي العماري في الجسد، واحد ساقط والمنساق، واحد عمل اكسيدون، ولا في كرسي متحرك يلي محافظ على النخاع الشوكي متاعك، يا ذكي برشا، يا اذكى من قيس سعيد، يا حافظ السلامة الجسدية متاعك وحومتك. وابروبو الحوم، تونس فيها 24 ولاية، انا فكرت في الموضوع هذا قبيل، ونحب نعمل عمليه حسابيه شويه رياضيات واكد فدليك، والفيديو هذا راهو باش نعملو 12 دقيقه، مانيش عارف المواضيع، ما همش مواضيع، هما افكار. هاي نرجع، تونس فيها 24 ولايه، احنا سيبوزون معناها فلنفترض ان كل حومه فيها، كل ولايه فيها 200 حومه، 200 كارتي على فان اس، يا لطفي العبدلي انت كان يعملوا لك اوتو ديكتي ولا ديكتي ولا شو اسمه، تغلط فيه املا بالفرنسي، معناها املا، يا اللي قاري، يا اللي عندك عقده النقص، عقده مركب النقص، الكومبلكس دانفيريوريتي، يا لطفي العبدلي، يا منشط، بدلت القلم راكش في الرأس المال الإماراتي في قناة التاسعة، أو فما شوية قنوات وإذاعات رأس مالهم إماراتي، معناه يخدموا تحت الغد والسكاي والعربية ولغة دبي. نرجع للموضوع، تونس فيها 24 ولاية، معناه كان كل ولاية فيها دار شباب، معناها عندنا 24 دار شباب. زين العابدين بن علي حامي الحماية والدين، حامي الحماية والدين، والشعارات اللي كتبوا فيها باللون البنفسجي متاع النهضة، وقت اللي عمل انقلاب سلمي، خاطر بورقيبة خرف وهارمة ولم يعلم بعد علمه شيئا ولا يكتب في رسائل القضاء اللي كان هو متكي عليه السلطة،
وتوا باش نحل قوس مهم على الاخر، قوس مهم على الاخر، قوس مهم على الاخر. يا السلطة انتوما، السلطة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الرأي العام، معناها الإعلام. اجتمعوا مع بعضكم في الحمار الوطني، اجتمعوا الرجال، اجتمعوا النساء، اجتمعوا، اجتمعوا شباب، واختاروا جدة وجدة وجد وجد، واختاروا كهل، واختاروا شابة، واختاروا طفل، وعملوا حمار وطني، واختاروا عانس، واختاروا مطلق، واختاروا أرملة، واختاروا معناها شي سموهم، سبحان الله، معناها اللي ذوي الحاجة. نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله على كل حال، وهما راهم مقاماتهم في الجنة الله أعلم، اللي يقولوا لهم معاقين. اختاروا 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 من 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 الشرائح الكل نتاع المجتمع، 24 ولاية، كل ولاية مثلوها مثلا 6 ولا 8 من الشرائح الكل، معناها هما يعملوا كيما انتخابات كي بينات بعضهم، يعرفوا بعضهم، الناس كل تعرف الناس كل، البلاد صغيرة ولاية فيها 100,000 ولا 110,000 بالمعتمديات الكل، ولاية كيما تونس العاصمة ولا السوسة ولا صفاقس فيها 3 ملايين، مليون، 1,800,000. شنو هالتوزيع الديموغرافي هذا؟ حاسيلو نرجعوا للحمار الوطني ولا الحوار الوطني بشروط قيس سعيد، باقتراح من الشيوعيين، الجي تي تي، وراني مانيش مضيع المواضيع، راه معناها مركز، والقوس هذايا حليتوها. باه اختاروا من كل ولاية 6 ولا 8 حسب التوزيع الديموغرافي، ولا 16 ولا مكعب، ولا تصرفوا وعملونا حوار وطني وخرجونا زبدة زبدة. والفاسدين راهم 10,000 كهو، ماهمش باش يقاوموا بالذكاء العبقري، الذكاء الاصطناعي، ولا الذكاء شي يسموها 10 ملايين تونسي ولا 12 مليون تونسي. ها باهي، والكورونا راه مازالوا والله اعلم، لا يعلم الغيب الا الله، حسب التوقعات والعلوم والاخبار والانتونسيتي وكل شيء، مازالوا 3-4 شهر ماكسيموم. واليوم الشهر اليوم 5 جانفي 2021، 1442 هجري، والشهر ما نعرفش، مازلت ما نعرفش، ما نشتبع بالضبط. أنا في الشهر العربي جان في 2021 بالتقويم الإداري، والتقويم الهجري 1442 هجري. به ال 12 دقيقة هاي قاعدة تستنزف، ولا شنية الكلمة، فهمتني، قاعدة توفى، معناها قاعدة تنتهي. ال 12 دقيقة وال 12 شهر والعام والعمر ينتهي. به الموضوع عندنا 24 ولاية، فرضا سيبوزون كل حومة فيها كل ولاية فيها 200 حومة، معناها عندنا 200 دار شباب، 200 دار شباب في كل ولاية، معناها 200 في 24 باش تجي 4800. ال 4800 نحي منهم الثلث، الثلث متاع 48 بش يجي 16,600، معناها بش تبقى 32,000، 32,000 دار شباب، زيدهم انت 100,000 يوليو 33,000 دار شباب من هنا ل 2030. شو معناها دار شباب؟ راهي دويرة صغيرة كوان للموسيقى، سيباري معناها فيها كالاكوستيك والفازات، كوان للإعلامية، بلايس كي فيهم تاولة بيك بونغ، دو طويل بيك بونغ، بلايس للألعاب الفكرية هدوء، بلايس للمكتبة العمومية ولا المكتبة كي شوية في الرفوف هدوء، فهمتني، وبلايس كي الاجتماع كي ما نعرفش تصرفوا يا أخويا، كل معتمدية وشنية قدراتها، ما وتحكيوا على المحلية والمركزية، وريونا وريونا حب الجهة وحب الوطن. ومن بعد توا مك ديار الشباب الكل 33,000 ولا 330، هو زين العابدين وقت يخرج، وقت اللي هرب ولا هربوه ولا لعبوله،
خلى كان 57 دار شباب، معناها وقت شد في عهد بورقيبه 250 دار شباب، ما شاء الله 250 دار شباب، كي تخرج منها واحد بركه معناها عندك 250، فما بالك تبدا عندك 1000 دار شباب ولا 33000 دار شباب. حاولوا تعملوا في كل حومه دار شباب ولا كل ثلاثة حوم قرب لبعضهم دار شباب اكبر، وتصرفوا يا خويا في الستاتيستيك، فهمتني؟ نقولوا 1000 دار شباب، كل دار شباب تكلف 100 مليون، معناها 1000 100 مليون، معناها العشرة 100 مليون يجيو مليار، معناها مليار مليون دينار، 10 مليون دينار تبني يا خويا 1000 دار شباب مجهزة، 100 مليون دينار. أنا نفهم وراه في الكنكيوري وكل شيء. وخويا قيس سعيد كالعادة كن شجاعا كن شجاعا كن جريئا، راو الشعب انتخبك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما كنتم يولى عليكم، وانتم وانتي معناها والبطانة انتخبك الشعب، فهمتني، متاع تونس في القرن 21، على خاطرك نزيه، خاطرك يدك نظيفة، خاطر ما مسيتش المال العام وما حاولتش وكل شيء باش تمس المال العام، مع لي كريتير اللي حكيت عليهم انتي النزاهة وكل نقطة وكل نصف نقطة في الأعداد وكل شيء. حاسيلو ال 12 دقيقة هاي وفات، معناها توا بقات نص دقيقة. تحيا تونس ويحيا شعب تونس، ومشروع تونس هي النقلة النوعية، ومن هنا ل 2030 إن شاء الله نبدأ وعملنا خطوات باهية. وردوا بالكم كان يجي شيء معناه حاجة طبيعية، معناه زلزال ولا حاجة، هاك البلايس المهترئة أهربوا منها، فهمتني؟ وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية تونس.